وينضم إلينا من دبي مراسل الغد عبد الله الزعبي. إذا بعد يعني عقود عدة من الصراع بين إريتريا وإثيوبيا، الآن قمة ثلاثية في أبو ظبي، لو تحدثنا أكثر وتعطينا تفاصيل عن هذه القمة وأهم الملفات المطروحة على طاولة النقاش. نعم، بالفعل يعني جهود كبيرة قامت بها الإمارات وأيضا المملكة العربية السعودية في لم شمل البلدين وإحلال السلام الذي غاب عن الدولتين لأكثر من 20 عام. اليوم وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من القضايا التي تهم الجانبين الإريتري والإثيوبي للعمل على فتح آفاق جديدة وأيضا تعزيز للتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والمساهمة في إحلال السلام وإرساء قواعد الاستقرار في بين البلدين وأيضا في المنطقة بشكل عام. لذلك يعني بعد هذه المصالحة الآن يسعى البلدان ومن خلال المحادثات التي تمت اليوم إلى توسيع علاقاتهما الثنائية مع البلدان المجاورة على وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال محاولة زيادة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية في البلدين، وهذا ما كان يدور من خلال محادثات أو ما كان يتم الحديث فيه خلال لقاء اليوم لإنعاش التنمية الاقتصادية وأيضا إنعاش ما تم تدميره خلال الحرب التي استمرت مدة طويلة. اليوم وخلال المحادثات أكد الأطراف جميعا على أن المملكة العربية السعودية والإمارات تسعى دائما إلى بسط السلام والاستقرار في المنطقة وخصوصا منطقة القرن الإفريقي. أيضا الشيخ محمد بن زايد أكد من خلال هذا اللقاء على أن الإمارات تسعى دائما إلى دعم كل ما يدعم الأمن والسلام في المنطقة العربية وفي العالم أجمع. لذلك هذه القمة ركزت على تقديم الدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين جميع الأطراف وأيضا بداية مرحلة جديدة من خلال إعادة البناء وأيضا تعزيز الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية مستقبلا. نعم، عبد الله الزعبي مراسل الغد، شكرا جزيلا لك، حدثنا مشاهدينا من دبي.